طيب ناخذ ابو خالد. تفضل ابو خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. الحمد لله. نعم من السماعة يا شيخ. حنا هالحلال نبيع ونشري في البل. نعم. الهجن السباك. نعم. وبنا وبعض المرات نشتريها ب 200 ما تسوى 10,000، وبعض المرات نشتريها ب 10,000 تسوى لها 200. فكيف عروض زكاتها يا شيخ؟ هل تزكى من جيز البل؟ شكرا شكرا. خلي خفض الصوت. طيب الشيخ يريد ان يسمع السؤال عبر الهاتف من غير السماعه يا اخوان. واضح. ايش السؤال؟ يقول بالنسبه للتعامل مع الابل وزكاه هذه الابل لانهم يبيعون ويشترون فيها. الابل زكاتها منها حسب اسنانها. نعم. فرائضها معلومه من السنه. أما الإبل التي يريد بيعها. نعم. ما هي للقنية، إبل يريد بيعها، هذه عروض تجارة. نعم. ثمنها بما تساوي ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة إذا كانت للبيع. أما الإبل التي للقنية وهي سائمة ترعى الحول وأكثره من الكلى، فهذه زكاتها منها مفصلة في كتب الفقه. نعم نعم.